اسعد الله اوقاتكم بكل خير مشاهدينا، واهلا بيكم في فيديو جديد واخر تطورات الحاله الصحيه لمحمد الشناوي. بدا محمد الشناوي حارس مرمى فريق النادي الاهلي تدريبات الجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق، والذي يقيم عصر اليوم على ملعب الكريكيت بمدينه زايد الرياضيه في ابو ظبي. وخاض الشناوي تدريبات الجري حول الملعب وبعض التدريبات البدنيه بشكل منفرد، وذلك تحت اشراف طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بفريق النادي الاهلي. أدى الشناوي تدريبات منفردة في الجيم خلال الفترة الماضية للتخلص من آلام الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب الوطني. وقال أحمد أبو عبلة طبيب فريق النادي الأهلي في تصريحات الموقع الرسمي للنادي الأهلي بأن إصابة محمد الشناوي في العضلة الخلفية في تحسن مستمر، مشيرا إلى أن اللاعب سيخضع لأشعة على العضلة الخلفية بعد عودته إلى القاهرة لتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق مرة أخرى. بشكركم مشاهدينا ومتابعينا، ادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم منا كل جديد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.